علاقات الاستراتيجية بين مصر وقارة إفريقيا ودور مصر التاريخي في دعم حركات التحرير الإفريقي ونضالها ضد الاستعمار محاور أساسية جاءت خلال فعاليات الندوة التي نظمتها كلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة في الاحتفال بيوم إفريقيا وذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، والتي حضر فيها سفراء الدول الإفريقية وعدد من القيادات العسكرية. نحن دم واحد، تاريخ واحد، ثقافة واحدة، أصل مشترك وأيضا مستقبل مشترك. الاحتفالية التي جاءت تحت عنوان يوم في حب مصر تضمنت تعزيز التعاون وتنفيذ رؤية مصر الهادفة إلى مزيد من الانفتاح على قارة إفريقيا وتحقيق الوحدة الإفريقية. مشكلات القارة الإفريقية لا تحل إلا بقيادة إفريقية، عشان كده احنا بنتبنى هذه الرؤية، ودايما احنا بيت الأفارقة في مصر، فلزاما علينا أن نحتفل بيوم الأفارقة ويوم إفريقيا يوم 25 مايو كل عام، وهذا العام خصصناه كيوم في حب مصر. بنستعرض أهم الإنجازات على الساحة المصرية في الجمهورية الجديدة، وأهم إنجازات في خامة الرئيس على الساحة الإفريقية أيضا. علاقات تحريرية كما تعرف، وكان مصر أول من الدول التي ساعدنا عن الاستقلال. يأتي الاحتفال بيوم إفريقيا في ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في 25 من مايو لعام 1963 لتوحيد الدول الإفريقية في الدفاع عن القضايا المشتركة التي تجمع بين هذه الدول. هذه الاحتفالية بيوم إفريقيا تنطلق في إطار حرص جامعة القاهرة على الاهتمام بالملف الإفريقي ودعم العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية بين مصر ومحيطها الإفريقي من خلال كلية الدراسات الإفريقية، والتي تعد بيت الخبرة الإفريقية من أجل دفع العلاقات المصرية والعربية مع إفريقيا. أحمد ممدوح، التلفزيون المصري.